النوع الثاني من الانتيجنز اللي هو الجرافت انتيجنز، او يعني ساعات بيقول سبيشيز انتيجن. في اربع انواع من الجرافت انتيجن. اول واحد اسمه اوتو انتيجن او اوتو جرافت. تاني واحد اسمه ايسو جرافت. تالت واحد اسمه هومو او الو جرافت. اخر واحد اسمه زينو جرافت. تعالوا نشوف ايه بقى، ايه موضحهم دي. اوتو جرافت، اوتو جرافت ايه؟ انا قاعد بعمل فنجان شاي ولا حاجه في الكيتشن، راح ايه نار مسكت في وشي واتحرقت، وشي بقى مشوه، اعمل ايه؟ قال نعمل لك عمليه تجميل، نحط لك جلد جديد. الجلد ده هيجي منين؟ من الثاي، من الفخ. فاذا انا دلوقتي اخذت جلد من جسمي وحطيته في جسمي في وشي، عملت بيه عمليه تجميل، خدت حته جلد منين وحطيتها، يبقى ده اسمه اوتوجراف. البروتين اتغير يا اخواني، هو البروتين بتاعي راح لي تاني، يبقى ده هايل نوت ريجكتد، يعني الجسم مش هيطرده، مش هيبقى فيه اميون ريسبونس ضده. تمام؟ طيب ايسو جرافت، قالوا اه ده من واحد الى واحد اخر، بني ادم لبني ادم يعني. الله، طب والهومو والالو؟ من بني ادم الى بني ادم. لا فهمنا بقى الاثنين من بني ادم لبني ادم ازاي؟ قالوا الاولاني دول لازم الاثنين دول يكونوا ايدنتيكال توينز، يعني توينز من بويضه واحده. ايدنتيكال توينز، عندنا لعيبه كوره واحد اسمه حسام حسن والثاني اسمه ابراهيم حسن، دول ايدنتيكال توينز. ده يدي ده يبصيله الكلى بتاعته، ده يبصيله كلى، يبصيله قلب لو مات، وده يبصيله مش ليفر، وهكذا. اند نوت ريجكتد، لانهم نفس نفس البروتينز. لغايه ما نيجي ناخد الميجر هيستو كومباتيبلتي افهمكم ايه الحكايه. يبقى ده نفس البروتين، ايدنتيكال توينز، يدوا لبعض اللي هم عاوزينه، والنجاح بتاع الجرافت ده 99.9%. طيب هوموجرافت قلنا من واحد لمن واحد، من واحد لمن واحد، ده صديقه اخوه بس مش ايدنتيكال توينز، ابوه امه اي حاجه، صاحبه في المدرسه، صاحبه في الكليه، الـ يعني الانتيم بتاعه مقنتم مع حد عاوز يديله، يبقى في الحاله ده هي نسميها هوموجرافت، ولازم نعمل تحليل اسمه ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس تيست، وده هشرحه في الفيديوهات الجايه. يعني ايه ميجور هيستو كومباتيبلتي؟ لازم الاثنين يبقوا قريبين من بعض في البروتين، والا هيحصل لهم ريجكشن، يبقى ده نسبه الريجكشن عاليه اذا ما اتعملش الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. طب الزينو ده بقى ايه؟ قالوا ده احنا جبنا فار وحطينا القلب بتاعه لأرنب، سبيشيز مختلفة، فار أو أرنب، حطينا القلب بتاعه لبني آدم، قرد وحطينا القلب بتاعه لبني آدم، يبقى السبيشيز اختلفت، يبقى ده اسمه إيه؟ زينو، زينو يعني ديفرنت سبيشيز، ما هياش سبيشيز بتاعتنا، يعني دلوقتي واحد مهم قوي في البلد ضرب رصاصة ولا عمل حادثة وقلبه فرقع، ممكن يعني هنسيبه يموت، رئيس جمهورية مثلا، حد من وزير، نقوم نحط له قلب قرد، هيعيش بيه، بس ده ايه الريجكشن بتاعه نسبته عالية جدا، يعني لازم نحطه في خيمة ومحدش يكلمه ومفيش أي ميكروبات تخش له إلا هيموت، لغاية ما نلاقي له قلب بنفس الميجور هيستو كومباتيبلتي تيست. يبقى لازم نعمل برضه ميجور هيستو كومباتيبلتي تيست للبني ادم بسرعه عشان ياخد قلب بتاع حد تاني. الكلى سهله هنعمله الميجر هيستو كومباتيبلتي، انما القلب ازاي؟
لازم اعمل ميجور هيستو كومبيتابيلتي عشان الاقي له حد بني ادم زيه. انما طول ما انا بدي من سبيشيز لسبيشيز ثانيه هاي ريت اوف ريجكشن، لا يمكن، ده اسمه غير متجانس.